المنطق هو ده. يبقى لما تقول انا عامل معدلات نمو عاليه وتحلف انت صادق، الراجل المسكين اللي يقول والمصحف ما جالي حاجه هو صادق برضه، يبقى لازم اكمل المعادله مع بعضيها، الربط بتاع المعادله الصاموله اللي تربط الاثنين دول مهمه جدا. ده يعني اليات عمل ومبدئيات كده نقدر نقولها في اي برنامج جاي. احنا عندنا مشكله اسمها الدعم. الدعم بيكلف الدولة وفقا للموازنة العامة للدولة 2013-2014 205 مليار جنيه. ال 205 اللوكة الكبيرة من قيمة الانفاق، الانفاق 692 مليار جنيه، ال 205 منه يمثله 28.5%. السؤال بقى الدعم ده الفلسفة بتاعته انا بعمل دعم ليه؟ عشان يقولوا مصر بطل عالم في الدعم، ولا عشان يوصل للراجل الغلبان الفقير؟ اكيد للغلبان الفقير. طيب الغلبان الفقير دولت مين هم؟ لازم يبقى عند الشرائح بتاعته. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قال عدد الفقراء في مصر 25% من السكان، كلام محترم. البنك الدولي قال 32%، صندوق النقد الدولي قال 35%، انا صلاح جوده بقول لك 50% على الاقل يدور حول خط الفقر. ما في خط الفقر موجود وفي فوقيه بسنه، يعني المفروض خط الفقر يكون على الاقل معاك 2000 جنيه في الشهر. طب ابو 2005 ما هو برضه فقير وتعبان ومستوي، يعني هو ده. يبقى احنا بندور في 50%. لما اجي اشوف الدعم بقى بيتوزع فين، ناخد مثل واحد، دعم الخبز. دعم الخبز 22 مليار جنيه في الموازنه العامه للدوله، كتر خير الحكومه ربنا يكرمها. مصر بتستهلك قمح سنويا 15 مليون طن قمح. ال 15 مليون طن قمح بجيب بيهم العيش اللي انا بعمله بتاع الحكومه بخمسه ساخ، وبجيب العيش الفينو وبجيب السميت وبجيب الجاتو وبجيب التورته وبجيب الباتيهات وبجيب الباتون ساليه وكل حاجه. طيب لو قلنا خدنا 50% من الشعب يبقى يستهلك 50% من قيمه الدعم، يبقى ال 15 مليون بالمناسبه الشعب يستهلك 7.5، الفقراء والاغنياء 7.5، نقول لا الفقير بياكل اكتر، بيحط المكرونه في قلب العيش فبيستهلك اكتر، نقول 8 مليار 8 مليون طن وده 7 مليون، نقول لا والله الفقير بياكل طقتين زياده بيشتغل ومستوي، نقول 9 نقول 10 مليون، يبقى 10 مليون طن قمح، طن قمح الحكومه بتديهم للناس دولت الدعم اللي موجود، وال 5 مليون لجميع الاغنياء. وده اعلى استهلاك للقمح في العالم. مش كده؟ تمام قوي. طن القمح يا سيدي الفاضل 300 دولار. يعني 2000 جنيه على الاقل. ما هو وفقا للرتبه والجوده من 280 ل 320، نقول المتوسط 300، يعني 2000 جنيه. يبقى ال 22 مليار يجيبوا لي 11 مليون طن قمح. يبقى لو انا اديت الغلابه كلهم الصبح كل واحد يقوم كده ياخد خمس ترغيفه، وزن الرغيف 50 جرام، وياخد كيلو مكرونه في اليوم، يكلف 10 مليون طن قمح، ويبقى الحكومه ضربت 8 مليون طن قمح في جيبك. نقول تاني، يبقى يقوم من النوم ياخد الفقير ياخد خمس ترغيفه مجانا من الدوله، وزن الرغيف 50 جرام وكيلو مكرونه كل يوم، يبقى الدوله اتكلفت في ده 10 مليون طن قمح، هي بتدفع في الدعم 11 مليون طن قمح ضد المنطق. طب بيروحوا فين الفاسدين اللي في النص بقى، اللي هو ايه؟ فيما يعرف في وزاره التموين، وانا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي انا، اسمه تفسيح القمح، ويمكن يكون الاستاذ مصطفى يعرف الحكايه دي. تفسيح القمح يعني ايه؟ انا بزرع القمح في المنيا، سعادتك اوديه المطاحن بتاعه بورسعيد. طب ليه؟ عشان العربيات تشتغل بتاع رئيس المجلس المحلي وبتاع اعضاء مجلس الشعب وكانوا اعضاء مجلس الشورى والناس المتميزين عربياتهم تشتغل، ولا غلط؟ طيب بتاع اسوان اللي يزرع قمح اوديه ده اهليه. طب ما بتاع المنيا يدي للمنيا. طب مش يمكن ده نقص الصوامع يا سيد الفاضل؟ الصوامع ما انا بودي بتاع اللي هو اسوان بوديه المنيا اللي زرع بتاع المنيا ووداه بورسعيد، يعني انا ما جبتش حاجه زياده. ما انما تخش في العربيات، القصه دي تكلف قد ايه؟ 1.3 مليار جنيه مصري سنويا يستفيد بها المحاسيب، دي واحد. اتنين، اللي بيعمل مناقصه القمح يشتريها مين؟ بالمناسبه مصر ال 15 مليون طن قمح اللي بيستهلكوهم، مصر بتزرع 50% وتستورد 50، يعني زرعت 7 تستورد 8، زرعت 7.5 تستورد 7.5، زرعت 8 في المنطقه دي تستورد 7. اللي بيستورد يحط المواصفات بتاعته وزاره الصناعه، وزاره الزراعه، تحط مواصفات القمح، كلام محترم، والله عاوزين قمحه كذا قد كده شغلها قد مواصفاتها.
اللي بيستلم القمح اللي جاي من بره مين سعادتك؟ وزارة الاستثمار. فاللي بيستلم ما هوش حط المواصفات.